بدر الأزرق، أستاذ باحث بقانون فقه الأعمال والاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. أظن أن اليوم تنظيم هذا الاجتماع بمدينة مراكش و بالمغرب أظن هي رسالة موجهة للعالم بأن المملكة المغربية قد طوت مرحلة الزلزال وأنها تستشرف المستقبل، وكذلك تنظيمها أيضا بالمملكة المغربية وأفريقيا هي رسالة ذات رمزية كبرى أن المملكة المغربية هي تسعى إلى أن تترافع عن هذه القارة في مختلف المحافل الدولية، وتسعى إلى أن يكون هناك نظام مالي واقتصادي عادل يعطي مساحة أكبر للقارة الإفريقية ويساعد على مواجهة كل التحديات اليوم، سواء التحديات المرتبطة بالتغيرات المناخية أو التحديات المرتبطة أيضا بالجانب التنموي في القارة الإفريقية أو بالجانب الاستثماري أيضا، لأن القارة الإفريقية اليوم هي بحاجة إلى تدفقات استثمارية أكبر من أجل خلق نسب نمو أكبر ومن أجل مواجهة أيضا التحديات الناجمة عن انخفاض أيضا نسب النمو، خاصة تلك المتعلقة بالهجرة غير النظامية والمتعلقة بالأمن ومتعلقة أيضا بالوضع الاقتصادي العام في معظم في عدد كبير من الدول الأفريقية. إذن المملكة المغربية اليوم هي تسعى إلى أن تستثمر هذه الاجتماعات من أجل تحقيق كل هذه الأهداف، ولكن أيضا هي تسعى إلى أن تجعل من هذه الملتقيات هي فرصة لتبادل التجارب والخبرات بين المغاربة والأفارقة ونظرهم للأجانب. باش يوصلك جديد فيديوهات الأنباء تيفي، تابونا معنا في لاشين يوتيوب وفعلوا الجرس.